والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى عليهم فيرتاحون ولا يخفف عنهم من عذابها فيعيشون فيها حياة كريمة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وما هو حالهم وهم فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ومن صراخهم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا حسرات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.